يقولون لا شيء يعكس صحتك وجمالك أكثر من شعر كثيف وصحي ولامع، فلنا أن نتخيل الوضع عندما يبدأ الشعر بالتساقط لسبب من الأسباب، وهنا تبدأ حالة من الذعر والبحث بين سجلات الذاكرة وأحاديث الجدات والأمهات ومحركات البحث المعروفة على الإنترنت للحصول على خلطات لتكثيف الشعر وتطويله وتنعيمه بوقت قصير. لذا جمعنا لكم في فيديو اليوم بعضا من خلطات تكثيف الشعر الطبيعية، بالإضافة إلى خطوات يومية قد يساعدك اتباعها بانتظام على استعادة جمال شعرك وكثافته بأقصر وقت ممكن. قبل البدء بعلاج الشعر من الخارج، عليك التأكد من بعض الاحتياطات الضرورية. عدم وجود نقص في الفيتامينات لديك أو العناصر الغذائية التي يحتاجها شعرك يوميا من غذائك، لذا قم بفحص مستوى الحديد وفيتامين د وب والزنك. شرب الماء بكميات كافية، فالماء هام جدا في عملية نمو الشعر. عدم وجود صلع وراثي في العائلة أو الأمراض التي تؤدي لتساقط الشعر مثل الثعلبة، فهذه الحالات تحتاج لتدخل طبي. عدم قيامك بما يضر شعرك بشكل متكرر مثل تعريض الشعر للحرارة العالية وربط الشعر بشكل قوي يؤثر على البصيلات وتمشيط الشعر بعنف وصبغات متكررة. تأكد من التعامل مع أي من المشكلات المذكورة سابقا إن وجدت، ثم باشر باتباع الوصفات التالية. خلطات لتكثيف الشعر الخفيف جدا. قد تولد الفتاة بشعر خفيف من الأصل، أو قد تمر ببعض المشاكل الصحية، أو تقوم بممارسات خاطئة تؤدي إلى تساقط شعرها، وهنا سوف نقدم إليك بعض الخلطات لتكثيف الشعر وهي وصفات طبيعية تماما. البيض. يعتبر البيض من الوصفات الجمالية الأساسية للشعر، لما يحتويه من بروتينات تساعد على إعادة بناء الشعر وتحفيز نموه. إذا كنت ترغبين بوصفة واحدة لتقوية الشعر، قد يكون البيض هو الحل الأمثل لك، ويمكن استخدامه بطرق عديدة. استخدام البيض دون إضافات. قومي بخفق بيضتين جيدا، ثم ضعي المزيج على شعرك الجاف لمدة 20 دقيقة على الأقل، ثم اغسلي شعرك جيدا بشامبو مناسب للتخلص من رائحة البيض. كرري القيام بذلك 4 مرات على الأقل أسبوعيا لنتائج رائعة. استخدام البيض مع إضافات. قومي بمزج صفار بيضة والقليل من زيت الزيتون والماء جيدا، ثم ضعي المزيج على شعرك الجاف لمدة 15 دقيقة، وقبل القيام بغسله بالشامبو المناسب كرري ذلك 4 مرات أسبوعيا لنتائج سريعة. عصير البرتقال. يعتبر عصير البرتقال وصفة رائعة لزيادة كثافة الشعر وتقويته وإضفاء رائحة منعشة على الشعر، كما أنه فعال في علاج مشاكل قشرة الرأس، ويمكن استخدامه بطرق عديدة. استخدام البرتقال دون إضافات. قطعي حبة برتقال، بعد تقشيرها وضعيها في الخلاط حتى تحصله على مزيج ناعم من لب البرتقال، ثم ضع المزيج على شعرك الجاف لمدة 20 دقيقة. تكرر هذا مرة أسبوعيا، وسوف يساعدك على الحصول على شعر كثيف وقوي خلال أسابيع. استخدام البرتقال مع إضافات. اصنعي مزيجا ناعما من التفاح المهروس ولب البرتقال، وضعيها على شعرك لمدة 30 دقيقة مرة أو مرتين أسبوعيا، ثم اغسلي شعرك جيدا بالشامبو أو بالماء فقط، وكرري هذه الطريقة أسبوعيا للحصول على أفضل النتائج. زيت جوز الهند. يعتبر زيت جوز الهند من أكثر الطرق فعالية في تكثيف وعلاج الشعر على اختلاف مشاكله، إذ يحتوي على بروتينات كتلك التي يحتويها البيض تساعد على تقوية بنية الشعر. قومي بتسخين زيت جوز الهند حتى يصبح دافئا، ثم دلكي به فروة رأسك، واحرصي على الاستمرار بإضافة الزيت حتى يغطي الشعر من الجذور إلى الأطراف، وبعد ذلك غطي شعرك بمنشفة ساخنة. سخني المنشفة بوضعها في مياه ساخنة قبل عصرها جيدا، وكلما شعرت بأن المنشفة فقدت شيئا من حرارتها ضعيها في الميكروويف لثواني وأعيديها تحت مياه ساخنة أو عصرها. اترك الزيت على شعرك لمدة 30 دقيقة، ثم قومي بغسل شعرك جيدا بشامبو مناسب. كرر العملية مرة كل عدة أيام للحصول على أفضل النتائج. زيت الزيتون. استخدام زيت الزيتون لعلاج مشاكل الشعر ليس أمرا جيدا، بل هي وصفة متبعة منذ القدم، وذلك لاحتوائه على الأوميجا 3 التي يحتاجها الشعر. بإمكانك استخدام زيت الزيتون عن طريق تدليك فروة الرأس به وباقي الشعر حتى الجذور. اتركيه على شعرك لمدة 30 دقيقة، ثم اغسليه جيدا بالشامبو، أو ضعي زيت الزيتون في الليل واتركيه حتى الصباح، ثم قومي بغسله للحصول على نتائج رائعة. الأفوكادو. يعتبر الأفوكادو من أفضل الثمار المعروفة بفوائدها للشعر والبشرة. اغسلي شعرك جيدا وجففيه بمنشفة ناعمة مع إبقائه رطبا قبل أن تضيفي إليه إحدى مسكات الأفوكادو التالية. حبة أفوكادو مهروسة جيدا مع ملعقة من زيت الزيتون. اترك المزيج على شعرك على الأقل 20 دقيقة، ثم اغسليه جيدا بالشامبو، يتبعه استعمال مرطبك المعتاد. حبة أفوكادو وموزة ناضجة. ضع المزيج على شعرك واتركيه 30 دقيقة قبل غسله بشامبو يتبعه مرطب. القيام بهذه الوصفة مرة أسبوعيا وسوف تعطيك نتائج رائعة في فترة قصيرة. خلطات لتكثيف الشعر الدهني.
قد يبدو الشعر الدهني متسخا طوال الوقت حتى لو كان نظيفا، وذلك بسبب زيادة إفراز فروة الرأس للزيوت الطبيعية. وبينما تكون هذه الزيوت في حالة إفرازها بشكل معتدل مفيدة للشعر، إلا أن الإفراط في إفرازها قد يتسبب بمشاكل كثيرة للشعر. وإذا لم يتم الاعتناء بالشعر الدهني جيدا، قد يبدأ بالتساقط تدريجيا. إليك خلطات لتكثيف الشعر الدهني والحفاظ عليه صحيا وجميلا. خل التفاح. لا يخفى على أحد الفوائد الكثيرة لخل التفاح على الشعر والبشرة، لذا ينصح بالقيام بوضع بضعة ملاعق من خل التفاح في كوب من الماء، ثم وضعه على الشعر لدقيقة أو اثنين قبل غسل الشعر بالمياه، ويوصى بتكرار هذه العملية حوالي 3 مرات أسبوعيا. البيض. اخلطي بيضتين مع بضعة قطرات من عصير الليمون، ضع المزيج على شعرك الدهني لمدة 5 دقائق قبل غسله جيدا بالشامبو. القيام بهذا بضعة مرات أسبوعيا سوف يحافظ على شعرك قويا ويخفف من مظهره الدهني ليبدو أكثر انتعاشا. زيت الويتش هيزل. زيت الويتش هيزل هو رائع المفعول على الشعر الدهني بشكل خاص. امزجي 4 قطرات من الزيت مع الماء، ثم دلكي فروة رأسك بالمزيج. القيام بهذا بضعة مرات أسبوعيا سوف يضمن لك نتائج رائعة. العسل. العسل وصفار البيض مزيج مثالي للشعر الدهني. امزجي 2 ملاعق طعام من العسل مع صفار بيضة جيدا، واتركي المزيج ساعة قبل استخدامه، ثم ضع المزيج على شعرك على الأقل لمدة 20 دقيقة، وقومي بغسله جيدا بالشامبو. كرري ذلك بضعة مرات أسبوعيا لأفضل النتائج. عصير الليمون. لعصير الليمون نتائج رائعة على الشعر الدهني. اعصري ليمونة كاملة في كوب من الماء مع 3 ملاعق من العسل، وامزجي هذه المكونات جيدا، ثم ضع المزيج على شعرك وفروة رأسك لعشر دقائق قبل غسله بالشامبو، وينصح بتكرار ذلك 3 مرات أسبوعيا. سود الخبز. سود الخبز كثيرة الفوائد للبشرة والشعر عموما، وأبسط وصفات سود الخبز للشعر الدهني هي عن طريق مزج بضعة ملاعق من سود الخبز بالماء لتكوين معجون يدعك به الرأس للتخفيف من دهنية الشعر والحفاظ على فروة الرأس صحية. جل الألوفيرا. عدا على أن جل الألوفيرا غني بالمغذيات، يعرف عنها أنه يضفي شعورا فوريا بالانتعاش والبرودة، يخفف من حكة فروة الرأس. امزج القليل من الألوفيرا مع بضعة قطرات من عصير الليمون ومقدار كوب من شامبو مناسب لشعرك، واغسلي شعرك باستخدام هذا الشامبو الجديد في حمامك 3 مرات أسبوعيا، مع ترك المزيج على الشعر لبضعة دقائق قبل غسله، ويبقى هذا المزيج صالحا لمدة أسبوع إذا ما تم تخزينه في الثلاجة. خطوات يومية سريعة إضافية. استعملي طحين الذرة أو بودرة الأطفال على شعرك لامتصاص الزيوت الزائدة، ومشطي شعرك مباشرة للتخلص من آثار البودرة البيضاء. أضيفي بضعة ملاعق طعام من صودا الخبز لعلبة الشامبو خاصتك للحصول على نتائج رائعة. تجنبي حك فروة الرأس حتى وإن شعرتي برغبة ملحة لفعل ذلك.